هاي البطاقة ايش قد عندي؟ ثلاثة. زين هنا شنو الإشارة أقراها؟ زائد. خط فوقها خط، شو الإشارة هاي؟ زائد. شو اسم الإشارة؟ زائد. زائد شنو يعني الزائد؟ الجمع، أجمع، شنو معناتها؟ أجمع. هنا ايش قد البطاقة؟ اثنين. زين هسه أول شيء أباوع على الرقم الكبير، من الرقم الكبير؟ ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة وين أحطها؟ بقلبي. من أحط بقلبي؟ ثلاثة أو اثنين؟ ثلاثة. أحطها وين؟ بقلبي. الجمع شي يحب الرقم الصغير أو الكبير؟ الكبير. دائما من نشوف رقم كبير وين أحطه؟ بقلبي. حطيت الرقم الكبير بقلبي. أباوع على الاثنين، شلون أطلع بأصابعي؟ اثنين. أباوع عليها، أباوع على الاثنين، أحسب فوق الثلاثة إيش قد؟ أربعة. ايش قد احسب فوق ثلاثة؟ اثنين. ايش قد احسب فوقها؟ اثنين. احسب فوقها اربعة خمسة. ايش قد طلع الناتج عندي؟ خمسة. لكن قبل ما احط الناتج الخمسة شو احط قبله يا اشارة؟ يساوي. يا اشارة اخليه؟ يساوي. اخلي اشارة اليساوي. يعني ثلاثة زائد اثنين ايش قد يساوي؟ يعني ثلاثة زائد اثنين ايش قد تصير؟ خمسة. صارت خمسة. صفقوا لهم وشكرا لكم.